أهلا بكم وأمسية طيبة في جديد تربص جوان قائمة بالماضي بين الغائبين واللاعبين الجدد. أولا حسام عوار والذي سبق وأنهى إجراءات إسحاقه بالخضر والمنتخب الوطني الجزائري. ثانيا رومان فافرو الذي بدأ هذه الأشهر بإجراء تغيير جنسيته الرياضية من فرنسية إلى جزائرية. ثالثا ياسين عدلي والذي سيكون رسميا بديل إسماعيل بن ناصر الذي بدوره سيغيب رسميا عن تربص جوان بسبب الإصابة التي تعرض لها في دوري أبطال أوروبا. رابعا أرين شرقي وخامسا أمين جويري الثنائي فرق الجزائري الذي يلعبان في ران وأولمبيك ليون الذي يصرح بإسحاقهما أوراق بطيئة في المنتخب الوطني الجزائري لكن بعد لاعب أن يرى أقل من 23 سنة جوان المقبل أي أن التحاقهما سيؤجل إلى تربص سبتمبر المقبل. لا تنسوا لايك وتعليق لتنشر الفيديو.